سلام. عثمان عبد الحكيم، رئيس فرع الفروسية بنادي أولمبيك كلوب موسبيا. ضمن هذه الأيام صعود 10 أو 11 دورة 17 للقفز على الحواجز، هذه مباراة وطنية اللي كتنظم بيوسفية، واللي عرفت المشاركة ديال 15 نادي من مختلف ربع المملكة، تقريبا 60 فارس وما يزيد على 100 فرس. هذه الدورة تمت تحت الرعاية ديال الجامعة الملكية المغربية للفروسية، والشيء اللي كيميز هذه الدورة أنها عرفت الفوز ديال 7 ديال الفرسان من نادي أولمبيك اليوسفية لأول مرة بجوائز ومراتب متقدمة. وهذا النادي الدور الأساسي ديالو هو إعطاء إشعاع لرياضة الفروسية في منطقة اليوسفية من أجل تنشيط الميدان السوسيو ثقافي والرياضي بهذه المنطقة.